انا بشرح لهم، بمسك ايديهم سواء بنات او شباب، بمسك ايديهم وبعلمهم، بحسسهم بالفتل اللي تحت ايديهم ازاي يتعلموها يعني، وازاي يجمعوها مع بعض. اسمي اكتفاء رضوان احمد المصري، صنص اداب قسم فلسفه. والله ده شغل اسمه بامبو، هي عباره عن مجموعه فتل يعني ليها احجام مختلفه، فاحنا بنصنع منها الاشكال الموجوده قدامنا دي، سواء سبته غسيل اطباق اي شكل يعني بيحتاجه البيت، فبنصممها على الاساس ده. مع مدام حنان، هي دي طبعا مامتنا كلنا يعني، محتويانا بصراحه، موفره كل حاجه لينا. فجابت لنا مدرب علمني وعلم بنات كتير غيري، وبدات انا دلوقتي ادرب في الجمعيه برضه. هو والله يعني كانت في صعوبه بالنسبه ل، انا ضعيفه بصر بالنسبه للمكفوفين، بس احنا يعني كان مننا يعني انا كفيفه زيهم، فبنتعامل مع بعض بالحب يعني، فالشيء بقى يعني الشغل بقى كويس عايز يعني بالنسبه لهم، حابينه هم كمان. والله على حسب استوعاب كل واحد، بنبتدي حاجه اسمها قعده سخن الاول، بنعرفهم بالفتل اللي قدامنا يعني احجامها قد ايه بيحسوا بيها، وبعد كده بنشتغل قعده السخن دي، وبعد كده ايه بنطور نفسنا في الشغل. طبعا كل ما بيتعلم حاجه كل ما يعني بنزوده في الشغل. احمد حسن كفيف البصر، شغل البامبو، مرات اكتفاء رضوان علمته شغل البامبو. اول حاجه السخن، قعده سخن يعني، ورتنا الخطوات يعني، وبعد كده طبق، وبعد كده عياشه، وبعد كده باسكت، بعد كده دخلنا على شغل سبك غسيل يعني. وشغل يعني ممتع وحلو، تمسك ايدي وتورينا كل حاجه، خطوات يعني. القطعه ممكن تاخد 5 6 ساعات عشان ايديها بطيئه. وصلت المكفوفين ان هم يتعلموا، وهو حاجه حلوه في المجتمع. اطباق مدوره، اطباق مربعه، بيضاوي، سبات غسيل، يعني كل ما بتطلع في التعليم كل ما بتتعلم اكتر. يعني مثلا لو طبق مدور يعني حوالي 3 ساعات، لكن بالنسبه مثلا حد لسه بيتعلم ممكن حصه وتاني حصه يجي يكمل يجي يقفل. والله يعني يبقوا عندهم نشاط وحيويه، وما يعتبروش ان هم عندهم اعاقه، يمارسوا حياتهم عادي.